السلام عليكم اعزائي المشاهدين، النهارده هلعب مع ادم على قناته، ولسه هنلعب على قناتي ان شاء الله. اشتركوا في قناه ادم واعملوا سبسكرايب ولايك. هو هيلعب دلوقتي التشكيله ودلوقتي وانا هلعب دور، وهو طبعا هيلعب دور، ونختار مثلا اللي هيكسب في الفاين. يعني انا هو كسب في الكوارتر فاينل، هو خسر في الكوارتر فاينل، وانا خسرت في السيمي فاينل، يبقى كده انا اللي فزت لاني عديت مراحل اكتر منه، فزت ماتشات اكتر منه، فاللي يفوز ماتشات اكتر هو اللي فايز. فدلوقتي ادم هو هيلعب الاول، بعديها على قناتي طبعا. دلوقتي انا اختار طبعا، يعني بنعمل دوري اسباني هي بالدوري مش بالقوة يا جماعة. القوة طبعا على اليمين فوق اللي هي 78، والريتنج اللي على اليمين اللي على الشمال عفوا فوق، واللي هي جنبيها نجوم دي 85 دلوقتي. انا ما شاء الله مشهور في اللعبة دي، عالمي حقيقة. غلبة مين اختار؟ بوبا طبعا، يعني العالمي بوبا. وهنا سي ام، واختار مش لاقي، مينفعش خليها هنا. هي قللت عادي. ولم جريزمان، هو ده جريزمان ده؟ نهار ابيض، يا نهار ابيض، هو ده مين ده يا جماعه؟ ده جريزمان، هو ده مين ده؟ نهار ابيض يا نهار ابيض، ده فيرناردو توريس، انطونيو جريزمان، وبقينا 100 طبعا. انطونيو جريزمان يا جدعان 100 فوق على اليمين، بصوا. والريتنج اهم، لو لازم الريتنج تبقى 88 او اكتر، اقل يعني مش هتبقى كويسة، بس ممكن تكسبوا الفاينل عادي. بكسب الفاينل كتير بالريتنج 86 او 85 عادي، يعني عشان وكمان عندي ناس حلوة اللي هو نيمار و انطونيو. اول ماتش يا ولد يا لعيب، ريس ومين تاني هيجيب جول؟ مفيش للاسف، مفيش. واحد صفر. وهنلعب ضد فريق غريب قوي. دلوقتي هيلعب في الكوارتر فاينل، هنبدا من دلوقتي. يلا كوارتر فاينل، يلا هنبدا من دلوقتي. وانطونيو جريزمان العالمي، يا الهي الجول يا ولد، ويفوز الكوارتر. يا نهار ابيض، لا كسبت الماتش ده ولا برشلونه كسبت الماتش ده، هنلعب مع بعض في الفاينل، وشكلي اخسر وفي الاخر خسرت. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 4-0 يا جماعه، ده انا المفروض على طول بكسب. خسر للاسف، خسرت لمين؟ يا نهار ابيض، يا لهوي ده جودين، يا نهار ابيض ده جودين، يا الله. ومن هنا هيجي مين؟ يا نهار ابيض، ده هيرا العالمي. ودلوقتي طبعا دور احمد، يلا انا هلعب. اختار تشكيلة التك، حلوة التك. زلاتان ابراهيموفيتش، والله لعيبة حلوة برضو يعني. ايوه اوي. نيمار طبعا يعني أنا. نيمار بس انا ريال مدريدي، بس يعني نيمار حريف برضو يعني يا جدعان، مش الدرجة دي. ايتي انا برشلوني، يعني احنا اتنين ضد بعض بس اصحاب. شفت الفرق؟ لازم اعرفهم حاجة عننا، لازم اعرف كل حاجة عننا يعني. دلوقتي براتي، لا 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 لا، 22 احنا كلهم توأم. طب هنشوف مين اقوى واحد بقى. خلاص تياجو، خلاص انتهى موضوع، ثبت على تياجو. معلش طبعا المفروض مطة، سيرتي مطة يعني طبعا، بس دي برايان احسن من مطة، بس يعني دي بيقولوا سكور احسن. 41 43. انا معرفش ليه اللي هو صاحبي احمد اللي بيلعب دلوقتي لازم يشوف الدرجة بعدين يعملها، مش متأكد ان هو هتبقى كام، دي اعرفش حاجة، عشان في شوية لعيبة زي بعضيها، فانا عايز اشوف مين اللي احسن عشان
يعني كل يعني مثلا يبقى اللعبة تجيب لي نيمار، ميسي، سواريز، تجيب لي احسن ناس زلاتان كده يعني. دي معروفة سيرجيو، عشان جبت سيرجيو. لازم سيرجيو راموس يا جماعة. لا لازم لازم. انهار لا لا ابيض، يا نهار ابيض، انهار ابيض كده كده زودت اوي. لا لازم فران، معلش فران طبعا، معلش اي حد. قبل كده وقفت فران حارس بقت 90 حاجة يا جدعان، وهي كانت 50 حاجة، وهي كانت 50 حاجة، معرفش دي اي حاجة مش متخيلة. غصب عني حطيت فران، لقيته بتاع، قلت طب احط فران خلاص. كان مش متخيل نفسه. 77 فوق ادم عملها. ادم كسب ماتش واحد لغاية السيمي الفاينال. فاضلني ماتش يا حرام، خسر في السيمي الفاينال. يعني لو انا كسبت بس ماتش واحد كده اكون وصلت لادم. تلات ماتشات، ولو تلات ماتشات بقى اكون فزت ادم. ايوه كان احمد طبعا صح، انا اللي صنع التحدي طبعا. ايوه انا اتوترت دلوقتي. وانا عندي برضو تحدي تاني، اللي هيوصل للفاينل وهيجي له واحد حلو في الباك. لا 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 ده مش تحدي، ده اساس هو هيبقى الفايز. عايزين نوصل على الاقل 10 يا عم لايكات يعني، بس المفروض 100,000 بس يعني. شوف حاجه قليله جدا، 10 ايه ده، اقل حاجه في العالم. لا على الاقل 4 لايكات يا عم، ايه ده صح. يعني من فضلكم ممكن تعملوا حاجة كبيرة شوية، ونعمل لو قدرتوا يعني قدرت. حاولوا حاولوا ما تأثروش معانا برضو. يعني قناة اسمها احمد نمنزلاوما نزلاومي، وانا قناة اسمها ادم مجدي، هي عادية خالص. مجدي ده اسمه بابا يا جدعان، ما تخافوش يعني. ما مبين اسمه بابا خالص عشان هو تاني اسم. مفروض هنا نحط له مكان انا فالنتي، مفروض جدا ان انا اللي حطيته مكان فالنتي ممكن يجي 100. ايوه هيجي 100. ياه لا شلت تياجو، لا شلت تياجو الاول وحطيت مكانه واحد اسباني. تياجو حطيت مكان واحد اسباني. لو شلت تياجو وحطيت مكانه اسباني زي فيدال اتعدى. ايه ده بقى دلوقتي رجعت لكم تاني. كان في بس حاجه كنت مشغول فيها بسرعه. لسه نايت تو دي حاجه. اجويرو يا نهار ابيض، اجويرو يا فاشل، اجويرو يا فاشل، اجويرو. ودي على حق، بصوا الريتنج فوق يا جدعان كام. بس هيبقى قليل قوي السكور ما يبدا الماتش. بص هيبقى كام بقى دلوقتي، واحمد هيبدا الماتش، هيجيب الكابتن ويختار البرازيلي. هيختار البرازيلي ولا لا؟ واختار الجرماني الالماني. 179 السكور قلت لكم هيبقى قليل قوي، بس انا 185 يعني. وهيكسب ولا هيخسر في الاخر؟ خسر. هيكسب ولا هيخسر؟ وطلع كسب، كسب يا جماعة 2-1. كسبت المرنجي. كسبت كسبت كسبت. لو كسبت الماتش ده اكون اكتر من ادم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايوه عديها على خير يا رب. لو كسبت الماتش ده اكون فزت ادم. يا امين يا رب، امين يا رب. لو كسبت الماتش ده ادم مع السلامة. لا خلاص انا، لا الماتش اللي فات لو انا كسبته خلاص. لا لا ده لا كسبت، لا لو ده انا كسبته خلاص، انا فزت. انت فزت في التحدي، يو اكبر، فزت في التحدي. دلوقتي هلعب في النهائي ضد ريال مدريد. ريال مدريد ده فريق صعب جدا، بس اللعبة فاشل قوي هنا في اللعبة. في اللعبة فريق برشلونة وريال مدريد، في كل الفرق فاشلة في اللعبة دي، ما تخافوش. شوتلكوا فاشلة قوي. شكرا وكسبت الفاينال. وهيجي مين بقى؟ لا لا
لا لا زودناها كده، زودناها. لا لا لا، يا نهار ابيض، يا يا نهار نهار أبيض ابيض. على اللاعبين. وأنا طبعا دوري دلوقتي، خلاص خلص التحدي، هننهي الحلقة ست. ومع السلامة يا عايزين نوصل أصحابي. أحسن لايكات في الفيديو ده، لو ما وصلناش يعني كده غلط برضو يعني. اصبر، عايزين نعمل بس كده سكرين شوت على اللعبة. قفلنا التابلت.